يوم تبقى موقع جريدة أهل مصر. أصدق صباحكم أينما كنتم. إحنا طبعا بعدين عن 3 أيام امتحانات صفوف النقل هنا في محافظة المنيا. صار الصف الرابع الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي. طبعا الطلاب أدوا أول يوم النهاردة. الطلاب صف الرابع الابتدائي أدوا امتحانات لتاي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية. وبكرة الصف الرابع الابتدائي اختتم امتحانات نهاية العام الدراسي بامتحان مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا وزارة التربية والتعليم حددت ساعتها مبكرا لامتحانات نهاية العام الدراسي. كمان هنا عندنا وكيل وزارة التربية والتعليم بيتابع يومين سير امتحانات، هو كده الأول يوم الأول أو الثاني وإقبال الطلاب عليه. هنستعرض مع بعضنا بعض التفاصيل الهامة عن امتحانات صفوف النقل هنا في محافظة المنيا. يمكن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا أكد إن 408,224 طالب وطالبة يقدم امتحانات المرحلة الابتدائية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بينما 239,536 طالب وطالبة يؤدون امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي، بينما 52,779 طالب وطالبة امتحانات المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي. طبعا قال حمد مصطفى محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا إن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية للتواصل مع المديريات واللجان الامتحانيه لمتابعه سير الامتحانات وحل اي مشكله قد تؤثر على اجراءات الامتحانات. وكيل برضه مديريه التربيه والتعليم اكد على الالتزام التام بتعليمات الوزاره الخاصه بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحه الطلاب وتوفير الهدوء في سهوله ويسر. طبعا احنا بنتابع بعضينا اللحظات الاولى من توافد الطلاب على اللجان من اجل اداء امتحانات نهايه العام الدراسي. طبعا خلاص باقي اقل من نصف من تلت ساعه وانطلق امتحان نهايه العام الدراسي هنا اليوم الثالث على التوالي هنا داخل لجان محافظه المنيا. يمكن تابعنا وبعدين في اليوم الاول اجبال الطلاب على اداء الامتحانات واليوم الثاني والنهارده اليوم الثالث. خلاص بكره اليوم الثالث هيختتم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات المرحله النهائيه من الصف الرابع الابتدائي. طبعا بقى تطوير المنهج تطوير المنهج منذ العام السابق. تطوير المنهج من العام السابق طبعا النهارده الطلاب زي ما ذكرنا لكم طلاب الصف الرابع الابتدائي هيقدم امتحان مادتي التحنيه النهارده. سنة كام؟ طب وتاني عايز تمتحن ايه؟ دراسات ورسم. تمام. يلا على المدرسة. طبعا ذكرنا لكم ان ايوه احنا هوا اولى تمتحن دراسات لا علوم وهندسة تاني اعدادي دراسات ورسم بالتوفيق. طبعا ذكرنا لكم امتحان الصف الرابع امتحان النهارده دراسات ولغه انجليزيه. وطبعا اولى وثانيه اعدادي الطلاب جاوبوا على امتحانات اليوم النهارده. في ناس اللي كانوا على نظام شهيد ومتابعي موقع جريده اهل مصر كنا بنتابع بعضينا توافد الطلاب على اللجان من اجل اداء امتحانات نهايه العام الدراسي. في ناس اللي كانوا بنشكركم شكرا جزيلا.